تجدهم هنا وهنا وهنا أيضا. هم حاضرون وقت الحاجة في كل زمان ومكان، شعارهم تحدي المخاطر وهدفهم حماية المواطن. أكيد فالكل يعرفهم، إنهم أعوان الحماية المدنية، رجال ونساء وهبوا أنفسهم للعمل في مهنة شاقة جدا، معرضين أرواحهم للخطر فقط لضمان أرواح الآخرين. صفاتهم التحدي والإرادة والاحترافية في أداء الواجب، ما جعل الجميع يمنحهم لقب ملائكة الأرض. عينتنا في هذا الروبورتاج من ولاية غليزان، أين سنرافق وإياكم أعوان الحماية المدنية للتعرف على عملهم اليومي. الشعبي بقدوس العارف يومي ودخل جمال شي حين تمي دخل الخزان أفيتي الشعبي بقدوس سلمى محمد سيارة إسعاب 273 شكلام كمال والبيا رضا عربي رشيد بالرافع حبيب أول عام عندك من ضحية الماء عندك ثلاثة السائق محصور داك ماشي مشكل شوف لا بغيت دير هذا التعليمه من عندي برك السائق ما توشيش خليك كيما راك تقول جمل داك رام هنا. وككل يوم يدائب أعوان المركز العملي للحماية المدنية بولاية غليزان على استقبال المكالمات الهاتفية عبر الخطوط المفتوحة خصيصا للمواطنين ولكل من يحتاج للنجدة. 261 ما رانا دي 261 مباشرة راه عندك حالة مرور حالة مرور اصطدام شاحنة بسيارة بالنسبة للعنوان طريق الوطني رقم 4 منطقة المطمر المدخل الشرقي للمطمر بجانب المشتلة. بالنسبة للمعلومات الأولية حول الخسائر البشرية راه عندك ثلاثة تاع المصابين سائق تاع المركبة السياحية راه محصورة. مباشرة بعد تلقي رسالة النجدة وتحديد مكان الحادثة يتم إشعار أعوان الحماية عبر جرس الإنذار، أين يسارع كل واحد لمكانه والتوجه مباشرة لعين المكان. نحن الآن على مستوى مركز التنسيق العملي الولائي للحماية المدنية بولاية غليزان، هنا تستقبل كل المكالمات الخاصة بالتدخلات على مستوى كل الوحدات وعلى مستوى قدر كل الولاية. على مستوى مركز التنسيق العملي الولائي يتم استقبال المكالمات عن طريق الرقم 14 الخاص بالهاتف النقال، وكذلك الرقم 14 الخاص بالرقم بالثابت، وكذلك بالرقم الأخضر الجديد الذي خصص للحماية المدنية اللي هو 1021، بالإضافة إلى الرقم 14 والرقم 1021 يتم استقبال المكالمات على الأرقام الهاتف الثابت، وكذلك هناك أرقام مخصصة للمؤسسات الحساسة، هناك أرقام هوت لاين، هذه الأرقام مخصصة في المؤسسات الصناعية والمؤسسات الحساسة،
أعوان الأمن تابعين لتلك المؤسسات في حالة تسجيل أي خطر أو حريق مباشرة عند رفع السماعة يتصلوا بالحماية المدنية مباشرة. دور مركز التنسيق العملي هو تنسيق التدخلات مع مختلف وحدات الحماية المدنية الثانوية متواجدة على قطر الولاية، وكذلك استقبال المكالمات وتوجيه النجدات من طرف المخبرين، بحيث مباشرة بعد استقبال المكالمة معرفة طبيعة الحادث ومكان الحادث يتم توجيه النجدة المناسبة للتدخل إلى المكان المناسب. وقصد ضمان الوصول لكل الأماكن، استحدثت مؤخراً مديرية الحماية المدنية تخصصات جديدة من بينها الدراج المسعف. من بين التخصصات التي تم إنشاؤها في الحماية المدنية تخصص دراج المسعف. دور هذا الدراجين المسعفين هو التدخل في شتى التدخلات، خاصة حوالي المرور، وخاصة بوجود ازدحام مروري، لأن الدراجة تسهل له الوصول إلى المكان بسرعة. يقوم الدراج بعملية الاستطلاع وقيام بالإسعافات الأولية في انتظار وصول نجدة تدخل سيارة الإسعاف أو شاحنة التدخل. هاد الدراجين المسعفين تابعوا تكوين متخصص في هذا التخصص. ككل سنة تشهد الجزائر حرائق كبيرة في غاباتها، وقد ينجر عنها الكثير من الخسائر. وفي هذا الخصوص تجند فرق الحماية المدنية أعوانها من خلال فرق خاصة في مكافحة حرائق الغابات، أين يتنقل الأعوان للجبال من أجل إخماد هذه النيران وحماية الثروة النباتية وكذا إبعاد الخطر على السكان. طبعاً أمامنا فرقة متكونة من 45 عون متخصصة في مكافحة حرائق الغابات، ما معناها عندها جميع الوسائل البشرية والمادية، متخصصة في مكافحة حرائق الغابات، مشكلة كذلك من الوسائل المادية تتمثل في شاحنة إطفاء خفيفة ذات سعة خزان 600 لتر، عندنا شاحنة إطفاء ثقيلة تتمثل في شاحنة إطفاء ذات سعة خزان 4000 لتر و 6000 لتر و 12000 لتر، وطبعا كان عندنا وسائل أخرى تتمثل في نقل الأفراد من حافلات ونقل العتاد. دونك هذو هما الوسائل المشكلة للفرقة المتخصصة لمكافحة حرائق الغابات. نفس الشيء بالنسبة للتخصصات الأخرى اللي ذكرناها سالفا واللي تحوز عليها طبعا الوحدة الرئيسية، اللي هي طبعا وحدة دعم، عندنا فرقة متخصصة في التدخل في الأماكن الوعرة اللي هي فرقة الجرامب، ذات مستويات مختلفة، المستوى واحد، مستوى اثنين، مستوى ثلاثة، مشكلة من 44 عون. نفس الشيء بالنسبة للفرقة أخرى متخصصة تتمثل في فرقة الغطاسين، عندنا 14 غطاس بجميع الوسائل طبعا البشرية والمادية، طبعا كي نقول المادية تمثل في زوارق مطاطية، الغطاسين مجهزين بجميع الوسائل المادية المؤهلة. نفس الشيء بالنسبة لمستقبل إن شاء الله تكون عندنا فرقة، وجدنا طبعا لاباتيس راهي كاينة،
في تمثل في فرقة البريغاد كانين، معناها فرقة الكلاب المدربة. إن شاء الله مستقبلا لاباتيس معناها راي وجدة، قالنا غير التكوين تاع الأعوان على مستوى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية، الوحدة الوطنية للحماية المدنية المتواجدة بالدار البيضاء. نبقاو في التخصصات في الحماية المدنية، من بين التخصصات كذلك تخصص مجموعة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة. هذه المجموعة التي تتابع كذلك تكوين متخصص على مستوى جبال بويرة وشريعة، والملازم رئيس الفرقة سيشرح لكم دور هذه المجموعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الملازم بلزرق جمال مسؤول على فرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة لولاية غليزان. كما تشوف الاختصاص راه في ولاية غليزان، راه يدخل عندها تدخلات خاصة، يدخل في الأماكن الصعبة اللي ما ينجمش يدخل فيها العون الكلاسيكي، وتكون في الآبار ولا في الجبال ولا في المنحدرات اللي تكون مسافة طويلة. وعندهم برنامج خاص وبرنامج تكوين وتدريب خاص على الفرقة الكلاسيكية. لازم لك قوة عضلية، ولازم المتسلق يكون رياضي، يجب هذا الشرط، لازم يكون رياضي باش يكون عنده الخط، يبذل المجهود، يبذل المجهود زائد، باسكو راه يتسلق في لاكورد وراه يمشي على لاكورد، لازم له مجهود عضلي. هذا سبق واستعملنا عدة مرات، خاصة في الآبار، عندنا في ولاية غليظة في الآبار نستعملها وتكون فيها. دخلنا في عدة عملية إنقاذ، ما نجيبش نقول لك واحدة ولا زوج، دخلنا في عدة عملية إنقاذ. احنا لازم عملية إنقاذ اللي تدخل فيها تكون نسبة الخطأ صفر، ما يكونش احتمال صفر فاصل، يكون صفر، ما يكونش احتمال خطأ. الملازم الأول غليظ إسماعيل، الوظيفة غطاس حماية مدنية. مرحبا بكم هنا في فينيتي. فيما يخص تخصص هذا، تخصص الغطس، هو من بين التخصصات اللي أعطتها الحماية المدنية أولوية وأهمية كبيرة. التخصص تاعنا العمل تاعو في الإنقاذ وانتشال الغرقاء من الآبار للسدود، نخدمه كذلك كدعم الولايات الساحلية. وعندنا لهنا في التخصص هذا كاين الماتريال تاعنا، هذا اللي نخدمه به، متمثلها في اللباس الليتوني تاع الحماية المدنية، متمثل في القارورة هذه تاع الهواء المضغوط اللي بها نتمكنوا بها نهودوا في الأعماق. عندنا البروفونديمات، نعرفوا العمق تاعنا اللي رانا فيه. عندنا هذا ديفيدوار، نبحثوا في العملية تاع البحث، الرشاش اللي روكار تاعنا ويساعدنا في البحث. البروجيكتر هذا هم اللي نستعملوا بهم. الغطاسين اللي هنا على المستويات تاعنا يتواجد 13 غطاس على مستويات غليزان، من بينهم 9 في لينتي اللي هنا تابع لينتي فرانسيفار، وراه معنا 4 في إني تاودريو. علاوة على النشاط الخارجي، يتلقى أعوان الحماية المدنية تكوينا بيداغوجيا مستمرا بهدف تعلم أهم التقنيات التي يحتاجها ويستعملها عون الحماية. المجمع البيداغوجي مجموع من المرافق، قاعة التكوين، قاعة المطالعة، المكتبة، قاعة الانترنت، بالإضافة إلى التكوين اليومي لأعوان الحماية المدنية. هناك برنامج مسطر من طرف المديرية العامة للحماية المدنية تحت إشراف ولاية غليزان ومديرية الحماية المدنية ولاية غليزان. هذا البرنامج أسبوعي، فيه إنقاذ، إطفاء، إسعاف، علم النفس، فيه كل المواد، حفاظا على المكتسبات اليومية والجديدة للأعوان الحماية المدنية، بالإضافة إلى
انه اعوان الحمايه المدنيه يكون مسير للاحداث والجديد. يحتوي المجمع البيداغوجي على مكتبه بها مختلف انواع من الكتب ثقافيه اقتصاديه علم النفس تدخلات قاعه للتكوين قاعه للمطالعه وقاعه للانترنت. المجمع البيداغوجي له دور هام في الحفاظ على التكوين المتواصل لاعوان الحمايه المدنيه. بالإضافة لهذا، تولي مديرية الحماية المدنية بغليزان أهمية كبيرة للجانب الصحي الخاص بأعوانها من خلال توفير قاعة للعلاج والفحص اليومي لهم. معكم طبيب رئيسي، طبيب رائد للحماية المدنية، المسؤول الوحدة الرئيسية، المسؤول العيادة، عيادة الوحدة. تحتوي كما هو معلوم تحتوي العيادة على قاعة الفحص والعلاج، تحتوي وكذلك على قاعة الملاحظة، مكتب للأرشيف وصيدلية مركزية، بالإضافة إلى مكتب الطبيب النفساني. بالنسبة للمهام الوحدة، المهام العيادة لها عدة مهام، من بينها السهر على صحة الأعوان على مختلف الرطب، كذلك التغطية الأمنية بما يخص النشاطات الرياضية والثقافية، وتغطية الزيارات الرسمية بين الوالي والوزراء في كل وقت 24 ساعة على 24 ساعة، زائد المشاركة في الخرجات الميدانية. الحماية المدنية مهنة المجازفة بالحياة من أجل إنقاذ الأرواح وخدمة الإنسانية قبل أن تكون وظيفة يومية. يحق لنا أن نرفع لهم قبعة الاحترام والتقدير لكل المجهودات التي يبذلونها، فهم حقا ملائكة فوق الأرض. Thank you.